ليش ما عنا؟ لا عنا، روح قل له موافقين. بدك بنات يشتغلوا بالبيوت؟ شو علي وانا كمان بشتغل، المهم نسفر بديع، بعدين بنترك الشغل. مزت حالي بالنهر. ما بصير لك شيء، بيسحبوك كلك روايح. انا مرتي ما بتشتغل خدامة، لو بدها تموت من الجوع ما بتشتغل ما بتشتغل ما بتشتغل. لما بتقدر تعيشها مثل العالم والخلق، ابقى اعترض انت حبيبي. انا معيشه مثل العالم والخلق ومرتي ما انا محتاجه شيء، محتاجه شيء مرتي، محتاجه شيء. ما تردي؟ انا محتاجه. شفيق لا تجيب لي الجلطه، بديع لازم يسافر، يعني لازم يسافر. نحن دفعنا 100,000 ليره، بدك اياها تروح علينا مشان حق التكت. موافق بس على شرط. شروط؟ بتغير اسمها واسم عيلتها، وكل ما شافتني بتعمل حالها ما بتعرفني بنوم بنوم. ماشي، ما بصير الا اللي بخاطرك واللي بدك اياه. يعني. شو المرت عمي ما بصير غير بخاطره واللي بده اياه؟ شو بدك ريموت باشا هي؟ شو قصدي؟ ما بعرف. اسكتي. ما بحسكم. لا تتخانقوا، لا تتخانقوا مشاني، انا بدي هيك يصير، لانه اذا بالبلد عرفوا اني انا وافقت تشتغل مرتي خدامه بصير فضيحه، واذا جدي ديري بتنخع بوشي بيخلعني بالتمسي على فراسي. لو بتشقفني شقف شقف ما بشتغل بالبيوت، ليش انا تعلمت مشان اشتغل هالشغله؟ طيب ما في شغل ثاني، شو بدك يعني اعمل؟ بطل سفر. بطل سفر؟ ما بقدر، بدك يعني بطل سفر بعد ما وصلت لقملتك؟ افكر بحل ثاني. اشتغلي دليله سياحيه. يعني انت موضه؟ لا مؤقتة. طيب وبركي كان بدهم يعني يسافر مع السواق؟ اذا ما في فكه حبيبتي سافري. ايه هلا بروح على الفكه. حد يشيل امي ولا يعتب علي. علي شو حلوه الغنيه. محدش يلومني ولا يعتب علي. شركة الطيران ترحب بالأستاذ بديع على متن طائراتها. مدير شركة الطيران يرحب بالأستاذ بديع على متن طائراته. يرجى من السادة النزلاء داخل الطائرة التزام الصمت. حصل على قد وصل الأستاذ بديع. هبوط كتير قوي. قولي قولي جنب بديع قولي. الله يعطيك العافية أمي. جيت قولي ما فيك شيء، أعطيكي مع حالك مثل حالك. خوت أمرني مسيك. شو ها؟ 1,000 ليرة؟ هدول اللي أعطوني إياها. بقيانا 4 أيام، إذا خلصت الفيزا بتروح علينا 100,000 ليرة. لك أنت قديش معاك؟ 10,000. قديش لسه بدك؟ قدو. لك ضروري روح رجعة، روح رجعة. شو ساوي لك أمي هنيك طالعين قانون؟ روح رجعة، روح رجعة. ماشي، بركي زهرة بتحصل شيء من الطليان. أمي لبينا ما ترجع زهرة بتكون خلصت الفيزا. بوران خانو، بوران خانو. نعم عيني نعم. كنتك زهرة على التليفون. ماشي بدي تعي احكي مع مرتك على التليفون. وينك تاني مرة؟ ما حدا بيتصل على دكانتي، انا مالي ساعي بريد عنكم، فهمتوا؟ اخ يا بي شو عملت بحالي؟ اخ اجرائيل. اخ يا بي اخ. نايم؟ لك شو نايم؟ ضهري رح ينفزر. كمان انت اكل ومرأة ولا الصنعة؟ لك رحت بدي اشتغلت بالفاعل، قال بدي اعمل له مفاجأة لبديعة. الله يعطيك العافية. بوران اعملي لي مساج. وتكرم عينك. ايه. ايه فوق شوي. ايه تحت شوي. ايه قوي شوي. ايه لا ارخي شوي. امي يا امي امي. ايه تحت شوي. رجع بديع، رح اروح شوف شو صار معه وارجع. لا الله يخليكي، كمان اعملي المساج كمان شوي كمان. لك وايدي يرحمني. حبيبي ابو طمزه وين مصاري؟ جبتي الورانية. شو هاد 250 ليرة بنك؟ ايه 250 ليرة، أنا اشتغلت بالفاعل، شو قلت لك إنه أنا اشتغلت بالبنك؟ العمى بعيونك العمى، عملت لك مساج ب 500 ليرة، بديع فوت ولا؟ أمي يا أمي بدي أسافر على حلب. ليش؟ اتصلت زهرة قال دبرت المصاري بس ما فيها تيجي بتترك الجروب. أنت دور وراك وبنبعت شفيق عوضة. ما بقدر أمي، وراي كلها جاهزة بس أنا بدي أروح، مشتاق لمرتي بدي أودعها. زهرة منين دبرت مصاري؟ عم تشتغل بالتصريف. هيك قالت لك على التليفون؟ ايه قالت لي عم تبيع بالاخضر وتشتري بالازرق. قولي
لعمة عم تبيع دولارات وتشتري ماركات، هاي فيها اقتصادية. امي هلا هذا عشا خبز ولبن. خبز ولبن احسن من خبز حاف، شو بدنا نعمل؟ يعني ضروري الاستاذ بديع يسافر، ايه العمى شو حدنا؟ بكره بس تركبي جنبه بهالسيارة الشبع والكرسي يعمل فيكي هيك وهيك وتشوفك ام هاني وتطرقك هذيك العين بتتذكر يا هذي الايام العجا. يا خوفي يا خوفي، انسانة بس يصير معه مصاري مثل ما كل اللي راحوا على الخليج ونسيوا هانيو. ابنك بديع شبهي له لبديع انت وجوزها. شو هاد؟ حلاوة، بطلتي تعرفي الحلاوة؟ لا بعرف هذا الحلاوة، بس نحن عم نشحذ الفرنج وانت حضرتك عم تتعلى. مو مشتري شري سرقتها شفي؟ شو شايفتيني حرامي حتى اسرق؟ واحد نسي معي بالسيرفيس قمت اخذته. روح بيع على ام هاني. لأم هاني ايش وهدنا وتنفس كلها حقها 65 ليرة. ماشي بيعها ب50 تنفعنا. صادقي في غرامة غشني في كلامة، غشني في كلامة، صادقي في غرامة غشني في كلامة، غشني في كلامة، غشني والله غشة خبابي ودشة، خبابي ودشة، غشني والله غشة كبابي يا لك. انا مسافرتي على حلب تي 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 مثل ما رحتي مثل ما جيتي. جعت بدي اتعشى. شوفي حماتي بوران، انا بحب حطك بالصوره، قرش واحد انا ما عاد فيني اقدر ادفع، بدي اشتغل شهر على الميكرو ببلاش. وانا من وقت ما اشتغلت نهار بالباطون بشهر ما بقيت اقدر اشغل الظهر. وانا كمان اذا بدكم مني مصاري بدكم تسمحوا لي اتنازل. عن ايش؟ ما بعرف، بس صاحب البيت بضل بيقول لي يا غاده اذا بدك تعيشي لازم تقدمي تنازلات بهالحياه. تنازلات شو؟ شو بيعرفني؟ ما سالته مشان ما يفكرني غشيمه. غشيمه؟ منك الغشمنه، العين تطرقك شو ذكيه. اسمعي ولي، من بكره اذا بتروحي على الشغل رجلك بكسره. شبك ام غصه؟ بجوز الرجال قصد بالتنازلات غير ما شطح فكرك. إياه فرجي هي 7000. صفي 1000. لا حول ولا قوة إلا بالله، هلا تعسرت على 1000. شو إلك؟ عيدة لشو؟ شو إلك؟ قلت تعسرت على 1000؟ إيه لا تفركست ولا شيء، غدا أمي روحي شوي لعند جوزين. شلون ما تفركست؟ الفيزا باقي لها 3 أيام و1000 ليرة مستحيل نقدر ندبرهم. تحت أمك لشو؟ شو بدك بتمي؟ مخبي بتمك 1000 ليرة وساكت عليها؟ أنا مخبي أدم صحتي إذا كنت مخبي شيء. قديش سن الذهب؟ شو قصدك؟ في بتمك سنين ذهب، كل واحد حقه 500 ليرة. بدك يعني أنا عصباني مشان حضرة ابنك يسافر؟ افتح تمك لشو؟ ما افتح. لا بدك تفتح. افتح. افتح تمك. افتح تمك. إيه أمي. سكر تمك شفي، سكر تمك. هلا بيشوفوا درس الذهب المخبى جوا. شو؟ لسه ما رجع؟ ان شاء الله عمرنا ما يرجع. لك يخرب بيته، رح يبيع لنا بسوق الخدم مشان يسافر ابنه. طول بالك يا ابو الجنة، طول بالك. الناس لبعضها ليش ما تبوظ هيك؟ لقيت طيارة قبل ما تخلص الفيزا بيوم، بس ما غليها ولا محل. مو مشكلة مو مشكلة، أنا عندي رفيق بيشتغل في مكتب شركة طيران، امشي لعنده. يا حبيبي يا طيب اضرب منا كده، إن شاء الله أبوك كنت تلبكوا فيني، ما بنورني يدفنوني يا رب. أنا مالك أنا مالك حتى تطلع ترابيزات مكدوس بالصاية للعالم، أنا مالك أنا مالك أمي بدكم شيء؟ لا تنسانا من المكة كثير. خلاص امي كل يوم بدي ابعث لكم مكتوبة. ايه ليش عم تبكي مرت عمي؟ ليش عم تبكي؟ بديع ما بينخاف عليه، بعدين
لك على بالك يا بدوعة. بعدين ما تعمي حوادث الطيارات أقل من حوادث السرافيس، يعني بالسرافيس عنا من كل 100 سرافيس بيروح منهم 99، بالطيارات من كل 100 طيارة بتروح وحدة. صحيح بيقتلوا الكل بس بدوعة ما بينخاف عليه. أنا مو مشان هيك عم أبكي. لك أنا مشان شو؟ لك يا شفيق يا شفيق، الفراق صعب وهذه أم قلب الأم. أسيدي حمل ونزل عن ظهرنا. شفيق بس نامي هلا. يلا خلصونا خلصونا، تأخرنا على السرفيس. يلا خلصنا. أماني يبعت لي أمك كيف يصير لها شيء. يا أمي يا أمي، الحزن ما بفيد، لو كان صاير له شيء لبديع كنا عرفنا. طال له يومين مسافر على بنا، أول ما يصل يتصل. أكيد أكيد أم هاني متصل فيه وهي ما خبرتنا. أم هاني مو لئيمة لهالدرجة، وهي بتحب العوامة كانت إجت وخبرتنا. مرحبا مرت عبدي. أهلي. شو هي اهلين حاف، صار لي اسبوع غايبه. قولي على القليل الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. غدا صاير شيء؟ بدي مات بعيد الشر ما اتصل. ايه بيكون ما معه مصاري ام اجل الموضوع ليوم ثاني. قولي لها احكي لها. مرت عمي شوفي شو جبت لك معي، تفضلي. هلا وقت الهدايا انت الثاني، وبدي ابصر شو صاير باحواله. يا ترى جوعان ولا شبعان؟ بردان ولا دفيان؟ دفيان امي دفيان، هونيك الدنيا حراقي، هلا بيكون عم يتشوى وعم يتقلى وبيكون عرقه مرقه. لا تخافي. بديع رجع رجع هوني. ليش؟ طيارة صار فيها عطل، قامت عملت هبوط اضطراري بعمان. وصلت قامت لقيت الفيزا خالصة. شو يعني؟ شفت موبايل بالترانزي وما عم يدبر لي فيزا تاني. يعني ما راحت الفيزا؟ راحت بس لازم تدبر لي 100,000 ليرة تاني. قوي. شوف بديع، أنا ما بقى أقدر أعمل لك شيء، بس إذا بدك يعني دبر لك مصاري أنا بدبر لك، بس يعني أنت بدك. ما بقدر. ما بتقدر؟ نزلوا لي أشارة لشوف.